المسيرات والحراك الفلسطيني مما لا شك فيه أنها مهمة وإيجابية، ولكن عندما يتم اتخاذ قرار كهذا أن تقف دولة في وجه حقوق دولة أخرى وشعب آخر، هذا يعني أنه متعمد وليس صدفة كي يتم إلغاؤه من خلال بعض القرارات. لذلك المفترض والواجب أن يكون هناك حالة من التكاتف الفلسطيني مع المهيئات المؤسسات العربية والإسلامية في مع الجاليات، ليكون هناك موقف موحد شامل وجامع. إذا كان الفلسطيني فقط وحده في داخل جغرافيا فلسطين هو من يقوم بهذه المهمة، فسيكون الأمر ضعيف جدا، بل ولن يأخذ الحيز المطلوب في هذا الإطار. طيب، هناك يعني تصريح على لسان وزير خارجية أحد الدول العربية بأن هذا القرار لا يمس حقوق الفلسطينيين، ما هو تعليقك على هذا التصريح؟ نحن لن ننصدم من أي تصريحات من وزراء الخارجية العرب أو حتى من الأنظمة العربية، لأنها لم تأتي عبر صندوق الاقتراع ولم تأتي بصوت الشعوب. صوت الشعوب العربية والإسلامية صوت فلسطيني جيدا، وهو أن الفلسطيني له الحق، وأن القدس هي عاصمته، وأن الأسرى سيحررون، وأن العودة حق كالشمس. أما تصريحات الخارجية بعض الدول العربية، هذا لا يعني كثيرا، خاصة أن معادلة التطبيع والترويض التي أرادها نتنياهو كي يركع الشعب الفلسطيني ويقول للشعب الفلسطيني انظروا إلى كل العرب ها هم يطبعون، فشلت على وقع شباب المقاومة في الأيام الأخيرة، وكل العالم شاهد أن الضفة الغربية عندما أرادت أن توجع الاحتلال أوجعته كما غزة وكما غيرها. لذلك هذه التصريحات لا يأخذها الفلسطيني على محمل الصدمة بقدر ما يأخذها على محمل الاستهزاء، لأنه هذا وزير الخارجية أو ذاك لا يمثلون شعوبا انتخبتهم، بل يمثلون أنظمة وضعت من خلال استبداد أو من خلال انقلاب عسكري هنا أو هناك.